يوم الجمعة مش بس يوم نهاية الأسبوع، يوم الجمعة هو اليوم اللي الأسرة والعيلة كلها بتجتمع على مائدة واحدة. يوم الجمعة هو اليوم اللي مش بيمثل بالنسبة لكل موظف أو كل ربة منزل الراحة الأسبوعية، لا، هو أيضا الراحة النفسية، المتنفس، اللقاء اللي بيجمع الكل على مائدة الحب وعلى توقيت واحد اللي هو بعد صلاة الجمعة. الكل ليه ذكريات بالتحديد في يوم الجمعة، الكل ليه نوستالجيا خاصة بيه في يوم الجمعة. في اللي كان بيروح لجده جدته، في اللي كان بيتجمع بعد الصلاة يلعب كورة، في اللي كان بيروح يجيب الفول والطعمية ويرجع علشان أهله ياكلوا، في اللي كان في لقاء أسبوعي محدد مع عدد من الأصدقاء أو الأقارب. بالتأكيد كلنا كان لنا ذكريات مع هذا اليوم وإحنا صغيرين. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تحديداً صفحة البرنامج المعنونة بالعلامة الزرقاء على فيسبوك، هو احكي لنا عن طقوسك يوم الجمعة وانت صغير. بالتأكيد كان ليك طقوس خاصة بتعملها كل يوم جمعة وانت صغير. طقوسك كانت عاملة ازاي يا منى؟ يوم الجمعة ده ما كانش يوم الأجازة يا مصطفى، كان من أكتر الأيام اللي بنصحى فيها بدري، لأن أنا وأخويا وإحنا صغيرين كنا في الفريق الأول بتاع الكاراتيه في النادي وكنا في منتخب مصر، فكان المدرب بتاعنا بياخدنا يوم الجمعة بدري جدا الساعة 7 الصبح، بنكون عندنا تمرين مطول يعني علشان يعوض المدد القليلة اللي كنا بنقدر نتمرن بيها على مدار الأسبوع. فأمي الغلبانة الطيبة كانت بتبقى يوم الجمعة بدل ما هو أجازتها الأسبوعية من الشغل كانت بتصحى بدري زيادة عشان توصلنا النادي، نخلص تمرين نرجع من التمرين نفطر عند بيت جدي لأمي رحمة الله عليه، كنا متعودين نتعود نفطر هناك. بعدين كان بقى والدي وأخويا وخالي كله وجدي كله يروح لصلاة الجمعة، نرجع نلبس جري بسرعة 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 عشان هنتغدى عند جدي لأبويا. وكان يوم الجمعة ده بيبقى فيه بقى يعني يوم الراحة بالنسبة للمطبخ، فكان بيبقى يوم السمك المشوي، نجيب سمك من بره. جدتي كان عندها نوع متميز، التقليد ده على فكرة عند ناس كتير جدا بجد والله، يعني ناس كتير بتريح ستات البيوت بتقول ان لا ما تطبخوش ما تعملوش احنا جايين علشان نقعد علشان علشان علشان. بالظبط، جدتي بقى كانت متميزة قوي في نوع من انواع الاسماك، فكانت دايما تعمله وكانت بتقدمه في طبق معين كده عندها في البيت. انا بقى موجود عندي في البيت دلوقتي رحمه الله عليها، انا كنت حريصه ان انا يبقى الطبق ده موجود عندي طبعا جدا جدا. فكان بيبقى يوم اسري بامتياز. يوم الجمعه ده كان ممنوع فيه يبقى عندنا اي التزامات اجتماعيه غير تجمع الصبح مع جدودي لامي وخالي واولادهم، الظهر كان بيبقى التجمع مع جدودي لابويا وعمتي واولادها. وكان في بقى ميزه خطيره في يوم الجمعه ده ان احنا حتى لو كان عندنا امتحان السبت ما كناش نذاكر، احنا عند جدودنا مش معقوله احنا جايين نتدلع ونلعب بقى مع اولاد جدتي لابويا رحمه الله عليها، كان عندها جيران في سننا فكنا بقى نلعب تحت عصابه. ده حقيقي والله. كم واحد كنتوا؟ كنا كتير لان كنا فئات عمريه مختلفه ما بين انا واخويا اصغر مني وولاد عمتي، فيهم بنت عمتي اصغر مننا خالص. إيه؟ كل حاجه واي حاجه. كوره، كنا بنلعب بالعجل، كنا بنلعب بالسكوتر بس ما كانش كهربا بقى، كان بيتعمل برجلين ده، وكنا بنلعب راكت في البيت عادي مش في مش مصايف يعني في الجنينه تحت. فكان لا كانت ايام ممتعه جدا، كنا بنلعب اتوبيس كومبلي وسو يعني في حاجات كتير قوي كل الحاجات ولا ما قصدنا في اللعب. وانت كنت بتلعبي كوره؟ فعلا. انت فاكرين كنت بتقفي بقى حارس مرمى؟ لا تلعبي بتلعبي؟ انا افضل قاعده كده ثابته ما اعرفش انا في وتناوري وكده؟ لا مش للدرجات دي. مش ممكن مهاجم؟ لا يا شيخ محدش يجي يقف قدامي. ذكريات خطيره. وانت؟ انا ما اختلفتش عنك خالص، يعني كل اللي انت بتقوليه تقريبا كان نفس الكلام، وكنا بنتجمع برضو عند بيت جدتي رحمه الله عليها، وكان اللقاء الاسبوعي، وكان برضو في ناس كتير جدا من نفس السن بنتجمع بنلعب تقريبا نفس، احنا نفس الجيل يعتبر، تقعدوا تنادوا على بعض بالشباك. كل شيء مزعج قوي، مش عارفه الناس كانت بتقوليه ده يعني. وكان طبعا يعني صفاره الانطلاق هي بعد صلاه الجمعه،
طبعا الامام السلام عليكم ورحمه الله، خلاص كلنا ايه نضم بقى، وفين بقى اللي بيدور، وده ما جاش ليه وده ما جاش ليه وده ما جاش ليه. وكبرت العاده دي بقى على مدار يعني عايز اقول لك الكلام ده وانت بتحكوا لي، وانت ما انت مثلا وانت طفل كبرت شويه بقى في لقاء بس مثلا ايه علشان لعب الكوره، كبرنا شويه بقينا نتقابل عند الكشك، كبرنا شويه بقينا نتقابل. لا ما كنتش بروح عند الكشك انت، احنا بقى كل واحد بقى وسنه. معلش كل ده بيبقى بعد الصلاه. يعني كل ده توقيت مرتبط بصلاه الجمعه. وانسى ان صلاه الجمعه بتنتهي، الكل بيتجمع على حسب المكان بتاعك فين. الطعميه بالنسبه لي انا هي الطقس المميز. يعني طبعا انت بتتكلمي على الغدا ان يبقى فيه طبعا سمك مشوي وبتاع، احنا بنتكلم ان بعد الجمعه دي انا بالنسبه لي كان لازم الطعميه والفول، ونجيب الفطار الحلو الجميل ده ونتغدى مثلا على الساعه 5 6 على حسب بقى اللي بيروح يلعب اللي بيروح يجي وخلافه، تكون الدنيا اتجمعت والقعده زي ما بيقولوا كده ايه يعني ايه بدات تبان ملامح. لا احنا كنا بنصحى بدري فيومنا كان بيخلص بدري فما كناش يعني لا كنا نتغدى بدري عن كده كتير. عموما النوستالجيا يوم الجمعه يعني يعني راسخه في ذهن اي مواطن مصري، وبالمناسبه مسلم كان او مسيحي، بتكلم بجد مسلم كان او مسيحي، يوم الجمعه ده مش هو يوم مرتبط بصلاه الجمعه، هو يوم مرتبط بنهايه الاسبوع، هو يوم مرتبط بالراحه الاسبوعيه للاب والام، هو يوم مرتبط باللقاء العائلي، يوم مرتبط بالمائدة العائلية، بصلة الرحم، بالجد، بالجدة، بالخال، بالعم، بأولاد العم وأولاد الخال، فبتفضل دايماً ذكرياته موجودة عند كل شخص فينا. سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، احكي لنا عن طقوسك يوم الجمعة وانت صغير، منتظرين إجاباتكم، هندردش فيها ونتكلم فيها ونفتح الذكريات القديمة ونتكلم فيها طوال حلقتنا النهاردة المستمرة حتى العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة. صباح الخير عليكم وصباح الخير.